سوسن شو بكي؟ ولا شيء، بس من زمان كثير ماني قاعده هيك بالنهار، حاسه حالي كثير غريبه. انت من امتى بتشتغلي؟ من زمان، ماما تركت بابا وقت كان عمري 9 سنين، كنا كثير فقراء. ضليت انا واخي اللي اصغر مني بسنتين عايشين مع بابا لحتى صار عمري 16 سنه. قرر بابا انه ما عاد عنده قدره يربي ولدين وخصوصا البنت، فخبر ماما، اجت اخذتني ورحت عشت معها. هي كانت عايشه لوحدها؟ ايه، نفس البيت اللي انا هلا عايشه فيه. وقتها بس عرفت انه ماما عم تشتغل بالكباري، قدمت البكالوريا مرتين وما نجحت، قنعتني ماما اني ما عاد ادرس واقترحت اني انزل اشتغل معها. يعني هي اللي هي اللي علمتني الشغل. هي كان برأيها انه كل شيء بالدنيا بينحمل الا الفقر، لهيك لازم الواحد يكون معه مصاري وخصوصا المرأة مشان ما تترك مجال لأي حدا يتحكم فيها. طيب انت شو؟ انا شو؟ انا بالبداية رفضت وما عجبني الشغل، بس لما اطلعت حوالي منيح ولقيت كيف العالم عم تموت من الفقر والجوع وما حدا عم يتطلع فيها، بينما في عالم كتير مع مصاري وثلاث ارباع على سرقة طبعا، اقتنعت ونزلت اشتغل معاها وهي انا مثل ما شايفني. طيب هلأ ليش ما بتتركي الشغل؟ ليش بدي اترك الشغل؟ اذا في شغل عم يأمن لي دخل منيح ومخليني مو محتاجة حدا، ليش بدي اترك؟ ايه بس شو صلاح؟ يعني بس شو ما كان بضل اسمك رقاصة. ايه وشو يعني وين المشكلة؟ ما انا اساسا بالنقابة ماني مسجلة رقاصة، انا اسمي فنانة استعراضية. سوسن يعني وحدة حلوة مثلك ممكن كتير تلاقي شغل محترم وبشركات محترمة. وشو رح يكون الثمن؟ انا رح اقلك، رح اضطر اني اتنازل اتشغلي هذا 100 مرة وعلى الفاضي وبدون ما اقدر اعترض، لانه رح يزلوني بهالكم ليره اللي رح يعطوني اياها. بينما هلا هدول نفسهم اصحاب الشركات اللي انت عم تحكي عنها 3/4 زباين عنا وبدهم الرضا. عرفت هلا شو الفرق؟ وامك شو صار فيها؟ امي تعرفت من ورا الشغل على رجل اعمال خليجي، تزوجوا وهلا هي بالسعوديه.